لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تجري الخارجية الإسرائيلية مباحثات مع نظيرتها المغربية من أجل الإعداد لزيارة رسمية لوزير الخارجية الإسرائيلية سيقوم بها يائير لابيدا إلى العاصمة الرباط وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية خاصة لصحيفة The Times of إسرائيل اليوم الثلاثاء. وحسب ذات المصدر فإن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيدا دعا خلال الأسبوع الماضي نظيره المغربي ناصر بوريطة لزيارة إسرائيل، والآن تجري الخارجية الإسرائيلية محادثات مع نظيرتها المغربية لإعداد زيارة لابيدا إلى المغرب بشكل رسمي. وتأتي هذه الأنباء على بعد أيام من زيارة قام بها مدير الخارجية الإسرائيلية آلان أوشبيز الذي حل بالعاصمة الرباط بطلب من يائير لابيدا، حيث التقى بنظرائه المغاربة وتباحث الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التمهيد لإطلاق خط جوي مباشر بين إسرائيل والمغرب. نشكركم على حسن المتابعة.